إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض المجدره، او دي اكله يعني تعتبر شاميه. هنعملها مع بعض ازاي؟ هنا انا معايا كوبايه ونص من العدس البني، على كوبايه ونص من الرز المصري، عليهم معلقتين من الملح، ونص معلقه من الكمون، وثلاث معالق من الزيت. بنعمل ايه؟ طبعا كله محطوط على ان طبعا مغسولين كويس، بنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض، وهستنى بس لما اغلف كل المقدار بالمادة الدهنية، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. وهي تعتبر اكلة اقتصادية ومتكاملة، لان هي فيها بروتين وفيها نشويات، وكمان هنعمل جنبها صلصة، فتبقى الصلصة كده برضو مكملة معانا، يعني ايه، بالخضروات اللي فيها طماطم يعني، وتبقى اكلة متكاملة. نحط جنبها بيض مسلوق وكده يبقى الدنيا تمام التمام. هنسيبها بس تتشرب بس بالمادة الدهنية اللي حطيناها فيها، وبعدين نرجع لكم بعد الفاصل. بس يا جماعة اتشربت معايا المجدرة ونزلت عليها بكوبايتين مية. انا بلاحظ يعني انا عاملة كوباية ونص رز مصري، لكن العدس البني يا جماعة بياخد سوا عن العدس الاصفر، فزودت نص كوباية مية علشان العدس يستوى كويس، ولو احتاج مية اثناء التسوية هتتبعيه. هسيب المية لحد ما تغلي، وبعدين هخفض النار خالص واسويه زي ما بسوي اي رز. يبقى هسيب الميه تغلي معايا، واول ما هتغلي زي ما انتم شايفين كده هقوم مخفضه النار ومغطيه على الحله. هخفض النار انا دلوقتي هما حضراتكم، تمام؟ وبعدين هقوم جايبه غطا الحله دلوقتي حالا اهو، ومغطيه على الحله بالمنظر ده، وهسيبها بقى تستوي على مهلها. وممكن بعد حوالي ربع ساعه اديها تقريبا، لان العدس بيبقى اخف من الرز وبيطلع على وش الحله، واشوف اذا كان العدس استوى ولا لا. لو استوى تمام، لو ما استواش ممكن ازود ربع كوبايه ميه. وحوالي طبعا حضراتكم بعد تمام السوى. دلوقتي يا جماعه بعمل جنب المجدره بعمل تقليه. جبت بصل وقطعته زي ما انتم شايفين دواير كده، وبرش عليه كده معلقه من النشا علشان يقرمش معايا. دلوقتي محضره طاسه على النار، هحط فيها شويه زيت صغيرين علشان احمر التقليه. التقليه هنا نزلنا بيها في الطاسه، طبعا لو محتاجه زيت بزود لها زيت. التقليه دي النشا بيساعد ان هي تقرمش وتبقى زي ما بنجيبها من عند الراجل من بره. وادي كده اهو المجدره زي ما انتم شايفينها، هديها تقليب علشان بس اوزع يعني العدس يبقى مع الرز بشكل متجانس يعني. ودلوقتي هقلب وهشوف اذا كانت استوت ولا لا. ايوه اديتها دلوقتي يا جماعه تقليبه، وهي لسه فيها سوائل، فهحطها هغطيها وبعدين هشوفها بقى في الاخر اذا كانت محتاجه سوائل ولا لا. كده خلاص يا جماعه المجدره خلصت، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله نشفت نفشت عفوا خالص، ومالت الحله الا حاجه بسيطه الا تقيله جدا واقتصاديه. وبنقدم جنبها ايه بقى؟ بنقدم جنبها صلصه، اي صلصه انت تحبي بتحبيها معتمدها يعني، بتتحط فوق الرز، فوق الصلصه التقليه اللي قليناها مع بعض، وكمان بيتقدم معاها بيض مسلوق. اتمنى تكون الاكله عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت يا ريت نجتهد كده مع بعض في السبسكرايب والشير عشان نوصل القناه لل 100,000 مشترك. اشكركم جدا على حسن المشاهده والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.